وفي حاجات كتير حلوة، في أطباق، في محل، في ده، وكل ده هنجربه مع بعض. يلا بينا. نسيت أقول لكم يا أصدقائي، أنا مش جاي معايا علشان هو عنده امتحانات، وإن شاء الله هيكون ليك. يلا بينا نبدأ يا أصدقائي. يلا بينا. ده بيسيل يا أصدقائي أهو، ده بيسيل صغيرين زي محمد أخويا، وده بيسيل أهو للكبار. وفي بسين هناك يا أصدقائي، هنروح دلوقتي أقوى بركة هناك، هنروح بعد شوية. يلا بينا يا أصدقائي نروح البسين. يلا بينا. جميل قوي يا اصدقائي، فندق هواي ده. بصوا ورد. دلوقتي رايحين للاكوا بارك. انا لسه ما ركبتهاش طبعا يا اصدقائي، وهنركبها مع بعض.
أصدقائي كده نروح الأكوا بارك وأصور لكم وأنا هناك.